انطلاق اليوم لهذه الدينامية الجهوية ما بين الوكالة الوطنية للتشغيل الكفاءات ولمساعدة أو مساهمة للمملكة البلجيكية اللي هما أصدقاء ديالنا وشركاء ديالنا. درنا معهم واحد العدد ديال البرامج، منهم البرنامج من أجلك اللي واكب أكثر من 15,000 مستفيدة في هذا المجال. ريادة الأعمال في المجال النسائي هو موضوع مهم جدا، وحنا بإطلاقنا للبرنامج الحكومي أنا مقاول سوف ندعم هذه الريادة ديال الأعمال بمواكبة بشكل كراء بشكل التكوين، وإن شاء الله نتمنى على أنه هذه النتائج المرجوة نقدر نوصلها بفضل واحد العمل دقيق ميداني على مستوى كل جهات البلاد. احنا اليوم كنحتفلوا وكنحتفيو باليوم العالمي للمراه بطريقه اخرى، ما درناش يوم عالمي بطريقه ستاندار وكلاسيكيه، احنا اليوم كنحتفلوا بالمراه المقاوله، المراه المقاوله بجهه رباط السلع القنيطره، ولكن ماشي اي مراه، المراه اللي حنا واكبناها كوكاله، وكانوا معنا الشركاء ديالنا من جمعيه المجتمع المدني، من شركاء ديال الاداره العموميه بالجهه، من شركاء ديال لا كوبيراسيون انترناسيونال. دونك هاد الناس كاملين تعاوننا كاملين باش عطينا في امكانيه لهاد الشابات ولا هاد النساء باش يديروا المشاريع ديالهم. هاد الاحتفاء كان اليوم احتفاء بمناسبه اليوم العالمي للمراه، وكان احتفاء بالمراه المقاوله، المراه المثابره، المراه اللي كانت دائما كتقلب على امكانيه ان دير مشروع ديالها وما عياتش، يعني ديك الفكره بقات تابعه حتى دارتها مشروع. وبغينا من خلال هذا الاحتفاء نعطيو فكره على الطريقه ديال الاشتغال ديالنا، ونعطيو امكانيه للشابات ونساء اخرين يدخلوا في هذا البروسيسوس ويقدروا حتى هما يستافدوا باش يديروا المشاريع ديالهم، لان المراه نصف المجتمع، المراه هي الام، هي الاخت، هي الزوجه، هي الطفله، هي الشابه، هي المراه في عمر متقدم، ولكن اللي مهم هي هذه المراه عندها امكانيه دير حتى هي واحد المشروع ديالها من خلال هاد الشراكات اللي اليوم برمناهم. وكنشكر بيان سور الناس اللي واكبونا وساعدونا باش وقفنا اليوم على هاد الحفل من خلال هاد الشراكات، وشكرا. احنا تشرفنا اليوم بالتوقيع على اتفاقيه مع لانابيك بخصوص تشجيع المقاول الذاتي عن طريق الدعم ديالو وعن طريق الانكلوزيون اللي بغينا نقولوا ديالو في المنظومه العامه ديال الناس اللي كيشتغلوا معنا، المقاولات اللي كيشتغلوا معنا. غادي نعطيه واحد الفرصه حتى هو باش يحقق الذات ديالو ويشتغل ويدخل لسوق المقاوله، وبهذا غادي نعاونوا هاد المقاول يكتسب واحد الخبره ويدخل سوق الشغل ويوليو عنده واحد الكفاءات ويوليو عنده ايضا بعض الى بغينا نقولوا لي ريفيرونس باش يطلع من ناحيه تقنيه في الى بغينا نقولوا في الميدان اللي كيشتغل فيه. وفي نفس الوقت هذا واحد المساله مهمه اللي الى بغينا نقولوا كاين واحد لوغا ايماتيريال من ناحيه المنظومه العامه، من ناحيه ديال لا ترونسبارونس، من ناحيه اوسي ديال المنظومه الجبائيه، من ناحيه ديال لا كرياسيون دو لومبلوا، لان السيد يتمكن باش يشتغل في واحد المنظومه منظمه، دونك دي بري منظمين، لي بروسيدور منظمين، دونك يمكن له يخلق مناصب الشغل. وكنتمناو نكونوا عند حسن الظن التوجه اللي مشات فيه الحكومه من ناحيه هذا البرنامج، ونحاولوا نقدموا واخا واحد إذا بغينا نقولوا واحد المساهمة متواضعة باش نزيدوا القدام بهذا البرنامج. الحدث ديال اليوم هو حدث مهم، كنحتفلوا بالمرأة المغربية والمرأة في العالم في نطاق ديناميات جهوية من أجل ريادة الأعمال النسائية. فهذا الحدث هو حدث طلقناه مع برنامج أنا مقاول باش نحفزوا ونشجعوا المرأة المغربية باش تخلق وتطور المقاولة ديالها.